يعني ايه اس بي اف؟ نعيدها تاني، اس بي اف يعني سان بروتكتنج فاكتور. في عندك يقول لك ايه، في ساعات بتشتري فاونديشن يكتب لك 15 اس بي اف، حلو جدا، ده جميل، هيكفيكي يعني لو انت جلدك من النوع الابيض، يعني معناه انه بيحمر المينيمال اريثيما دوز، بتحمرك بعد 10 دقائق، يبقى اذا ده ممكن يكفيكي، اضربي 10 10 دقايق ده في ال 15 بتاعت الاس بي اف اللي مكتوب على الكريم، يبقى ده كده انا هقعد 150 دقيقه من غير ما احمر، يبقى ده يكفيك الساعتين، لان الساعتين 120 دقيقه، فيكفيك الساعتين ويكفي وفيض. فممكن بعد الساعتين دول حطي تاني، وبعدين كل ساعتين تحطي، خلاص. فدي الاس بي اف 15 ده would allow you to stay in sun without burning for approximately 150 دقيقه. فده معناه بنحسبها ازاي؟ احنا قلنا الاس بي اف 15 بتاع كريم، وانا بقول ان جلدي بيحمر ان بروتكتد سكان من غير ما احط سان سكرين بعد 10 دقائق، اللي هو اسمها مينيمال اريثيميا دوز في ان بروتكتد سكان. انما في تساوي بقى ايه؟ ده حاصل ضرب الاثنين دول في بعض، يديك المينيمال اريثيميا دوز وبروتكتد سكان اللي هي ال 150 دقيقه. طب انا عايزه دلوقتي، هم بيحسبوها ازاي الاس بي اف دي؟ بيجيبوا جلد ونروح حاطين عليه الكريم والمحتويات بتاعته، ويشوفوا قبل ما يحطوا الكريم كان بيحمر بعد قد ايه، وبعد ما حطوا الكريم بقى قد ايه. فلما لقوا ان هو بيحمر بعد 10 دقائق، وبعدين بعد مثلا 100 دقيقة بدأ يحمر، يبقى ده اس بي اف 10، لان 100 دقيقة هي حاصل ضرب 10 في 10، صح؟ يبقى هنا اللي قلنا ال 100 دقيقة دي اللي هو ال 150 على ال 10 unprotected يديك الاس بي اف بتاع الكريم. انما انا عايزه اشوف، انا مش عايزه احدد اس بي اف، اس بي اف مكتوب لي اصلا على العلبه، عايزه احدد انا هقعد قد ايه، كام دقيقه من غير ما اتحرق في الشمس. الكريم بيقول لي 15، يبقى انا جلدي بيحمر بعد 10 دقائق، او ما ضربه 15 في 10 يديكي 150. طبعا دي رف استيميشن، الديبند اون سكين تايب والانتنسي اوف سان لايت والاماونت اوف سان سكرين يوز. خلاص، SPF is actually a measure of protection from the amount of UVB exposure. يا دكتور، نعم. طب معلش، هي ايه معنى علامة البلس؟ علامة البلس اللي بتبقى جنب الاس بي اف اللي هو مثلا أعلى من 15 بلس. 50 بلس 50، يعني أعلى من 50، ماشي؟ يقول لك أعلى من 95، ما ولا ليها أي لازمة أعلى من 95 دي، لأن هوريكي إن ال 95 بتحمي زيها زي اللي قبلها بالظبط. هوريها لك حالا. الاس بي اف از اكشوالي ميجر اوف بروتكشن فروم ذا اماونت اوف يو في بي اكسبوجر، يعني دي قياس البروتكشن من اليو في بي وليس اليو في اي، لان اليو في بي هو اللي بيحرق، اليو في اي ما بيحرقش، ماشي؟ It is not a meant to help determine the duration of exposure. ليه؟ لان هي rough estimation، ده انا بقولها لك كروكي كده، انما هم بيحسبوها ازاي؟ بالمينيمال اريثيما دوز وليس بكميه الشمس انت فعلا متعرضه لها. انت اللي متعرضه لها مش مينيمال اريثيما دوز، متعرضه لكميه شمس رهيبه خصوصا في الصيف اللي احنا فيه ده، واخده بالك؟ فعشان كده يعني هي راف استيميشن، بيقول لك بس ان هي ايه هيحميكي قد ايه فقط كراف استيميشن. الاس بي اف اللي هي سان بروتكشن فاكتور، السكيل از نوت لينير، فبيقول لك ان ال 15 اس بي اف 15 ده بيبلوك 93% من اليو في بي، 30 بلوك 97% من اليو في بي، 50 بلوك 98 من اليو في بي. شوف المنظر مش لينير، شوف 15 93 و50 98، هوريكي الكيرف بتاعه، عشان كده بقول لك مش لينير. ف 50 ما فرقتش كتير من ال 30 لو لاحظتي، 97 و98. طيب so one way of looking to this is that ان السان سكرين 30 بيدي only give you 4% more protection than بتاع ال 15، 4% فرق بس، صح؟ وال 50 عن ال 30 1%، ال 50 عن ال 15 just 5%، مش حاجه فظيعه يعني. ف اس بي اف 15 ما تلاقيها تقولي ده كويسه جدا، ماشي؟ ف 15 دي 93%، يعني معناه ان هو بيقلله 7 فوتون من ال 100 انها تعدي، انما بيمنع 93%. ف
30% يعني قلاو ثلاثة ان هم يعدوا، انما بيمنع 97% ان هو يعدوا. So while you may not be doubling your level of protection، يعني مش 15 هي double البروتكشن يخليه 180%، لا مش هيعمل كده. اللي هي 186 لو هي 15 و30 دي بتعمل بروتكشن 93 يبقى دي بتعمل 183%، لا مش هيحصل كده. هو بيقول لك انها مش لينير، هوريك الكيرف دلوقتي. فما فيش دبل بروتكشن لان دي مش لينير ريليشن شيب. الاس بي اف هتحمي زياده فقط جاست 4% عن الايه ال 15 اس بي اف. فا اس بي اف 15 would let through to your skin، يعني حلو جدا وكافي للسكن بتاعتي. It is complicated but to keep it simple most dermatologists recommend SPF 15 ل 30. يعني حتة الايه بلس 50 دي نوع من الايه الخدعة التجارية، يعني يقول لي عشان يزودوا بثمنه. ماشي، انا لو جبت 15 او 30 حلو جدا، لان كده كده انت بتحطيه كل ساعتين. ادي اهو الكيرف بصي، فهتلاقي 15 اهي جنبها ال 30 جنبها ال 50 جنبها ال 100%. ماشي صح ولا لا؟ ال 10% اللي هي ممكن تقول لك ايه 85%، انما 15 حلوه جدا هتعمل لك 93، 30 هتعمل لك 97، 50 هتعمل لك 98. يبقى بدايه من 15 السان سكرين حلو جدا، ما بيحصلش دوبليكيشن بقى بعد كده لان هي مش لينير ريليشن شيب. انتوا فاهمين حاجه؟ فهنا الحته دي ميت فوتون دخل فعمل الارتيما 100 في 10 دقائق، انما دي اس بي اف 15 ب 93% بروتكشن فعملت 7 فوتون بس اللي دخلت، فعملت الارتيما بعد 150 دقيقه. ال 30 عملت الارتيما بعد 300 دقيقه، وانت اصلا مش هتسيبي جلدك من غير سان سكرين لمده 300 دقيقه، لان السان سكرين هيكون اتكسر اصلا، فمش براكتيكال ان انت تحسبيها بالطريقه دي. 15 يكفي ويفيض، خصوصا لو هو يعني نوع رخيص من السان سكرين، هو كل البلس 50 دي عشان يزودوا بسعره. انت جي انصحي العيانه انها تجيب اس بي اف 15 كفايه عشان يبقى مناسب للبادجت بتاعتها، انما هم لما بيزودوا في الاس بي اف عشان يزودوا في ثمنه. Which sunscreen product is most suitable؟ تعتمد على ثلاثة فاكتورز، الـ SPF بتاعته للـ UVB protection، وإن يكون broad spectrum عشان ياخد كمان UVA كمان معاه، ودي لما ملهاش يونت للـ protection، هي UVA وخلاص. الـ photo stability بتاعته، يعني في عليه زنك أوكسيد وتيتانيوم دايوكسيد، أو معاه أوكتوكرايلين أو اللي هو النوع الثاني، كان اسمه إيه؟ حد معاه الورق بدل ما أرجع الثاني للسلايد. اسمه إيه؟ بيمو. بيمتو في تي في النص صح؟ بيمتو اه مش كده؟ بيمتو ترايزينول بيمتو ترايزينول، انما الاوكتو يعني الثمانيه، اوكتو كرايلين دي الاثنين دول كانوا بيتحطوا بس طلع ان في حاجه منهم كانت بتعمل الرجي، فبقوا بيحطوا دلوقتي زنك اوكسيد او تيتانيوم دايوكسيد. سان سكرين في الشركات عشان كده بتبقى غاليه بتستد لكذا حاجه، تستد على حسب الاس بي اف بتاعتها، وتستد للايه الووتر بروف اكتيفيتي بتاعتها، وتستد لليو بي اي لايت والفوتو ستابيليتي. والمفروض نحط برده حته نمبر 4 دي بس مش كله يعملوها، اللي هي الايه الووتر بروف. فدي تيستنج اند كلاسيفيكيشن، اول سان ماست اندر جو اف دي اي ابروفد ان اوردر تو ميك اس بي اف كليم، لان هي يعني بتختبر فعلا الاس بي اف بتاعته وتشوف فعلا 15 ولا اقل من 15 مثلا وكده. There are three main types of SPF testing، الاس بي اف ستاتيك والووتر ريزيستنس. حته الووتر ريزيستنس تبع الاس بي اف، فالاس بي اف اللي هي سان بروتكشن فاكتور دي الستاتيك اللي هي ايه من غير ميه، انما ممكن ننزل في الميه في حاجه اسمها ووتر ريزيستنس 40 دقيقه، وفي حاجه اسمها ووتر ريزيستنس 80 دقيقه، يعني حوالي ساعه ونص تقريبا. ماشي،
All sunscreen manufacturer must adhere to the exact same FDA approved test. عشان كده محدش بيكتب على السان سكرين، لان اف دي ام حرمه الحكايه دي، نكتب 100%، مفيش 100% بروتكشن، مفيش في المية اس بي اف 100، هيعدي شويه ايه فوتو. عمرك شفت سان سكرين مكتوب عليه 100؟ دايما يكتبوا لغايه 98 دي، او يكتبوا ايه عشان يرحموا نفسهم من المقاضاه، اللي هي بلس 50 يعني اعلى من 50 وخلاص ماشي، عشان يبيعوه غالي. فشوف بيقول لك ايه، all the sunscreen manufacturer must adhere to the exact same FDA approved test، والا هيقاضوا، ممكن حد يرفع لهم قضيه. عشان كده ما بيكتبوش ال SPF الاكتوال اللي يقول لك ايه اكثر من 50 ماشي، ensuring that is، لان ممكن يحصل غلطات في التستات بتاعتهم، يقول لك اعلى من 50 وخلاص. Are consistent across all the sunscreen with chemical and mineral. All the SPF testing is conducted in vivo، يعني على عيانين. خلاص، ال Badger sunscreen are tested according to FDA monographed community requirement، يعني ال FDA requirement بتتعمل وبيحطوا ال Badger على اساسه، محدش بيكتب SPF 100 دي ابدا. انما يكتبوا ايه؟ بلس 50 وخلاص، ما عادوش بيكتبوا ايه 98 والكلام ده. فدرما اس بي اف 100 لا غلطانين، دول مش ماشيين مع الاف دي اي ريكويرمنت كوميونتي، ولا ليها اي لازمه، لان هي تكفي ال 15 هتبقى كافيه والزياده، لان اصلا الاس بي السان سكرين بيتجدد كل ساعتين، الا للناس اللي بتوع السبورتس اللي بتقعد 24 ساعه، دي اللي ممكن ايه تاخدي اللي هي 30 حلو جدا، 30 قريبه قوي من 50. طيب are topical sunscreen agent safe، physical sunscreen safe، خلاص they have excellent safety profile، they have not been found to be systemically absorbed even when used as nanoparticle، ما بيحصلش لهم امتصاص systemic absorption. انما بقى الكيميكال sunscreen البيوديرما واللاروش دي اللي هي ingredients have been found to be systemically absorbed، اللي هي الاوكتوكرايلين والابو بنزين والاكسي بنزين ماشي، احنا يعني الثلاثه دول. فممكن لو هي كونترا انديكيشن في البريجننسي الكيميكال، لانها بيمتص سيستميكالي، ما احناش عارفين، ما فيش ابحاث عليهم تتحط، لان بيقول لك انها لقوها انها في البلاد ستريم بتاع العيانين مع الريجولار يوز. There are no known harm of this ingredient، ما احناش عارفين، لان مش عارفين، ما اتعملتش عليهم ستادز. فاحسن الحامل تبعد عن السان سكرين، لان ما احناش عارفين هيعمل ايه في ايه وهو ماشي في الدم كده، كانها خدت دواء هي مش عارفه مصدره. دي عادي الزنك اوكسايد. ايه حلو قوي، الزنك اوكسايد والتيتانيوم دايكسايد. جميل. دي عادي زنك اوكسايد. زنك اوكسايد حلو. تمام خلاص. الادفرز افكت اوف سان سكرين طبعا معروف ان هو بيحجب الشمس اليو في، يو في بي، فبيعمل فيتامين دي ديفيشنسي. فبس ايه اذا كونسيرن اوف سام وذ ريجولار يوز سان سكرين ات هاز بين شون تو بي ان ايشو فور لير لايف، يعني هي نوت ان ايشو، يعني مش مشكله، لان اساسا الفيتامين دي كله بقى بيوصف الفيتامين دي اورال وانجكشن، محدش بقى ايه بيهتم انه ياخد الفيتامين دي من الشمس اصلا. خلاص، ففيتامين دي سبلمنتيشن كان بي سيفلي اند از تيكن if this concern if this is a concern، يعني لو ده دي مشكله يعني. طيب تاني حاجه، السان سكرين بيعمل كونتاكت الرجيك وكونتاكت ايرتان درماتايتس، تمام. فعشان كده معظم الكومبوزيشن بتاع السان سكرين بتوع زمان اتغيرت، يعني ما بقوش بيحطوا ورق امينو بنزويك اسيد، بتعمل فوتو الرجيك. تمام، هنا irritant و allergic the most common allergen، دي ممكن تجيلك في الام سي كيو، most common allergen اللي بتاع ان allergic contact dermatitis هو sun screen بسبب واحده من الاتس كومبوننت. فاكتر حاجه لقوها هي البارامينو بنزويك اسيد والايه وحاجه اسمها ايه مش فاكراها دلوقتي، المهم اتنين هم اتشالوها خلاص. فممكن تبقى حتى في البرفان بتاع السان سكرين ما عادوش بيحطوا برفانات خالص، مالوش ريحه،
لو لاحظتوا سانسكرين الغالي ملوش ريحة، ممكن في البريزرفتيف بتاعته، او ممكن سانسكرين كيميكال نفسه زي البرع مانو بنزويك اسيد يعمل الرجي. If changing the product doesn't solve the problem, batch test لازم تتعمل. Is required to determine the cause بالظبط. لو انت مش غيرتي نوع السانس كريم برضه بيحصل لك الرجي كل ما تحطي، يبقى اعرفي بالفوتو باتش تيست عشان تشوفي سانس كريم ما فيهوش الماده اللي بتعمل لك الحساسيه دي. Any new product should be tested دايما في small area لمده يوم او يومين قبل الابلكيشن على الجسم كله، ماشي؟ يبقى ما تستخدميش اي ماده لما تحطيها كده على ظهر ايدك او ورا ودنك وتشوفي هيحصل ايه. طيب are topical sunscreen safe for infants؟ infant اقل من 6 شهور ممنوع انك تحطيه، avoid using sunscreen unless you cannot protect by other means. بس طبعا ده يبقى هبل، يعني مش عارفه تحمي ابنك من الشمس. تمام. Infant have a thin, less developed skin barrier, therefore are more likely to become irritated. حط له زنك اوكسايد اللي هو كريم التصلخات بتاعه، بدل ما تحطيه في النابكن هنا حطيه على جسمه لو انت عايزه تنزليه في الميه وحلو جدا، وكمان ووتر بروف كمان. لو هو انت خايفه منه، من لو انت عايزه تنزليه في بسين وخايفه عليه من الكلور، حطي له زنك اوكسايد، امليه زنك اوكسايد. خلاص؟ فهو عشان جلده ضعيف فبيبقى easily irritated by the sun، عشان كده احسن انك ما تستخدميش الكيميكال سان سكرين ده ابدا. Physical sun screen زي التيتانيوم والزنك اوكسيد are preferred in children. Not irritating, provide extra broad spectrum، يعني بياخد ال visible بيعمل لها reflection، وياخد ال UV، يعني مثلا التيتانيوم لغايه 400 نانومتر، الزنك اوكسيد لغايه 370. مش not absorbed systemically، فهو safe في الاطفال الصغار. دي شكل الالرجي كونتاكت لمتوسط سان سكرين. دي الباتش تيست لما تكوني مش عارفه عماله تغيري في الانواع مش عارفه تعملي ايه، تحطي ده اسمه الاوكسي بايرين والاوكسي بنزين، يعني حطوا كذا ماده من الانجريدينت بتاعت السان سكرين وراحوا معرضين للشمس، طلع ان هي يعني الرجيك للاربع حاجات دول. يعني الاربعه هو محمرين بعد ما حط لهم فوتو راديشن، فالاربع سبوتس احمروا، فده هو عنده الرجي للاربعه دول، فوتو الرجيك ترماتايز. طيب بالنسبه للانتراليجن كورتيكوسترود، من الحاجات المهمه قوي لازم تبقوا عارفينها، انجكشن ده انفولف عباره عن تراي امسينيلون اسيتينويد، هو اكتر حاجه بتستخدم في الانتراليجن انجكشن، موجود في مصر على شكل كينا كورت اللي هو 40 مللي جرام. دلوقتي ما فيش كينا كورت، في حاجه اسمها ابريليفان، ابريليفان 40 ده اللي موجود دلوقتي في مصر. دي الصور بتاعتهم، لا انا حاطه لكم الصور بتاعتهم على السايت، ممكن ابقى ازودها في البرزنتيشن، بس انا حطيتها لكم على الجروب. فاكرين ابريليفان والكينا كورت؟ قلت لك الاثنين 40 مللي جرام، يبقى تعمل ايه؟ تحل ال 40 مللي جرام دي في 1 مللي سلاين، وبعدين بتبقى كده السيستر تبقى قاعده جنبك في العياده، تقول لها يا سيستر عايز 1 ل 8، تقوم تروح هي مدخله سرنجه الانسولين في الفايل بتاعت الابريليفان او الكيناكورت ده، وتروح ساحبه لك شرطه انسولين واحده من من الكيناكورت او ابريليفان، وبعدين تروح ساحبه السرنجه وتروح حطاها في ازازه السلايف، وتروح ساحبه بقيه الثمانيه مللي اللي انت عايزهم. فكده احنا عملنا سحبنا 7 سلاين وواحد كيناكورت، فكده كله على بعضه 8، عشان كده بقول 1 ل 8. فهي الانتي انفلاماتوري بتستخدم 1 ل 8. 1 ل 8 ده يعادل كام مللي جرام من ال 40؟ يعني معناه ان انت خدت 40 اللي هو ال 1 سنتي ده قسمتهم على 8، ف 40 على 8 يساوي 5 مللي جرام. دي تتاخد كانتي انفلاماتوري في الالوبيشيا ارياتا. عمرك ما تستخدمي اكتر من كده، يعني لو استخدمتي 2 ل 8 يعني كده يعني معناه ان انت خدتي 10 مللي جرام، ده يعمل اتروفي في السكالب. استخدمي اقل كونسنتريشن
عشان ايه تبقى ايه في السيف سايد. والوحيده اللي بتستخدم انترا ريجن كورتيكوسترويد هي الالوبيشيا ارياتا واللايكيم لانوبايلاريس. التلجين افلوبيوم والاندروجينيك الوبيشيا ما ينفعش معاهم انترا ريجن كورتيكوسترويد، عشان كده لازم تشخصي نوع الالوبيشيا الاول قبل ما تستخدمي الانترا ريجن كورتيكوسترويد. اتروفيك يعني ممكن انا تعيد الشرح؟ الحته دي واحد لثمانية. الانتي انفلاماتوري 1 ل 8، انت بتحل الفايل كله ال 40 مللي جرام ده في 1 مللي صلاين، حط 1 مللي صلاين. الحكيمه بتعملها لك، الحكيمه بتبقى قاعده على المكتب وانت قاعد قصاد العيان، يجي لك عيان الوبيشيا ارياتا تقول لها 1 ل 8 يا مس، روح عامله لك ايه؟ سحب لك شرطه واحده، شرطه صغيره اللي هي سوري يعني في شرطه كده، شرط 10 شرط في سرنجه الانسولين صح؟ وكل شرطه متقسمه لخمسه كمان، لا انت خد الشرطه الكبيره اللي هي الايه يعني السترنج كلها 1 مللي، فانا عشان كده هي الشرطه دي تعادل 0.1 ماشي. انت قلت لها عايز واحد من ل 8 ام اس، فبتروح ساحبه لك شرطه كبيره في سترنجه الانسولين وتكملهم لغايه 8 بالصلاين. يعني انت كده حطيت كام كيناكورت؟ واحد. حطيت كام صلاين؟ سبعه. كله على بعضه كام؟ 8. فعشان كده هي 1 سم من الكيناكورت لكل الثمانيه دول كلهم. فطب انا عايز تحسب، مش عايز تحسب بالنسبه، عايز يعني عايز توتال توتال 8 8 توتال دكتوره بوينت 8 اقل من سنتي، اقل من سنتي. سرنجه بتبقى اقل من سنتي، لو انت عملتها لغايه 10 يبقى انت كده يعني بوينت 1 بوينت 1 سلاين وبوينت 7 لا كيناكورت. ايوه لا العكس، 0.1 كنا كورت وتكمله ل 0.8 كله على بعضه الميكس يبقى 8 بالصلاين. انت بتاخد كميه قليله من الكنا كورت وكميه كبيره من الصلاين عشان انت عايز تخففه تمام. انما لو كملت ال 10 يبقى انت خدت دكتور كام بعد اذن كام؟ حضرتك، ايوه اتفضل. هو احنا بنحله ليه في 1 مللي صلاين؟ هو حاليا عايز يعني شفت الأمبول الإبريتين هو أصلا يعني مش باودر، بتحط كومباكت كده وبتحطي عليه وتفضلي أنا برضه تدوبيه ما لازم بيدوبش، أحله. ما بتحليه اهي، بتحلي الفايل في 1 مللي الاول. ما احنا بنقول ايه؟ هو دلوقتي يا دكتور الإبر الفان، لا أصلا أنا لسه شايفاه يعني من كام يوم، الإبر الفان عادي تحسيه مش باودر، امال ايه؟ عادي تحسيه يعني زي اي حاجه ووتر ووتري كده بتسحبيه عادي، يمكن مش حاجه بيتحل زي لا الاول. بيديكي كده، هو عشان كان اللي انا شفته في هو فايت الدمرداش سايد كان، افكت، على فكره اللي انا شفته في الدمرداش كان باودر وما كانش بيرضى يدوب، فهم اكيد الشركه حد اشتكى لهم فراحوا بعتلها لك كسوليوشن. انما الكينا كورت كان بنحط عليه 1 مللي صالون كان بيدوب بالباودر، دي ما كانش بيدوب ابدا، ونفضل نرج فيه نرج ايوه فيه وحتى يفضل ايه تربت لغايه اخر لحظه. عشان كده انت بتشتغلي فين يا اسماء؟ انا في جدية. في انا يا دكتور ايه؟ حضر مرصود ولا في فين؟ جدية. في انا في انا، فانا ده لا في انا هناك في بريليفين بيدوها لكم دلوقتي سوليوشن ما بيدوش باودر، ده حاجه كويسه جدا. انا بقول لك ما بيدوبش، انا حاطه لكم حتى كاتبه لكم على الجروب كده ان هو صعب الذوبان، فلو هم حولوه لوحده كده بقى سوليوشن انا يبقى خدت حلو بالي جدا. حياتي. فهو لو هو سوليوشن يبقى دي حاجه هو جديد تغيير. طب دلوقتي حلو، الابره اللي فيها حلو جدا والله، انت اسعدتيني بهذا الخبر تمام. طب بتسحبوا منه كام؟ بالشرطه؟ شرطه بالشرطه كبيره؟ ايوه زي ما حضرتك قلت كده، يعني لو بسرنجة انسولين بسحب مثلا 10، هي بتبقى 100، بسحب 10 اللي هو ابر الفان وبسحب بعدين 7 صلاين. 70 7 صلاين كله يبقى تمام. 80، يبقى 80 يعني لو هي مكتوب 1 ل 10 اوكي يبقى تحقق لغايه 8، انما لو مترقمه من 1 ل 100 يبقى تاخد 10 اللي هي الشرطه اللي مكتوب عليها 10 بايه الكينا كورت، وانت كمل ل 80 بالصلاين. يعني انت كده سحبت 1 كينا كورت و7 صلاين، يبقى كل التوتال كام؟ 8 يا احمد صح كده؟ طب لو سحبت 1 دكتورة الى توتال 10 فيها
يعني كملتها 10. انا عايز اسالك سؤال، عايز اسالك سؤال، لو انت كملتها ال 10 يبقى انت سحبت كام مللي جرام؟ إذا كان 10 أسحب يبقى كأنك أخدت كم مللي جرام؟ 9 ماشي، يبقى أخدت كم مللي جرام؟ هي أسحب شرط أهي 40 على 40 على 8، أنا بقول لك بقت 10 ما بقتش 8، يبقى أنت كده أخدت كام؟ 10 على 40، 40 على 10 يساوي 4. 4 4 يبقى أنت لو كملتها إلى 10 يبقى أنت أخدت 4 مللي جرام، فاهمني؟ انما لو هي 8 زي ما اتقال لك يبقى انت واخد 5 مللي جرام. كل على فكره ما بتقلل الكونسنتريشن كل ما بتديلي الاتروفي بتاعت السكال، لانك بتحقنه كل شهر، كل 4 اسابيع بتيجي تحقن العيانه، فالعيانه لو ظهرت عليها بوادر التلنجكتيزيا والاتروفي بتضطر انك توقف العلاج مع ان هي لسه مخفتش. عشان كده في ناس ما بتعملش 1 ل 10، بتعملها 1 ل 8، ممكن تعملها 1 ل 10 عشان تقلل الافكت. صحيح هيبقى ديليد افكت شويه، بس ايه هقدر اكمل مع العيانه الكورس لغايه ما ايه تكمل دوره الحياه بتاع شعرها وشعرها تطلع، اقوم ايه ابقى مطمنه عليها لما اوقف، لما يحصل لها التلنجكتيزيا والاتروفي بتاعت السكالب، فاهمني؟ طيب انما لو حاجه انا عايزاها اعمل لها اتروفي. ايوه دكتوره اتفضل. معلش، هو ممكن ابدل الانسولين بليدوكين؟ أنا يعني ايه الليدوكين ده؟ ده سرنجه، انا ما بحطش انسولين خالص. ماشي، وممكن لا ابره الانسولين، ابره الانسولين هتبقى سنها كبيره قوي، تبقى الكميه كبيره بتحتاج كل ده. ليدوكين يعني خفف. بس لا انا مش خفف بالليدوكين، ده السلاين. بدل السلاين تخفف بالليدوكين، يعني الليدوكين مش عارفه يعني بصراحه، لان هو المهم ان كل دوكين من غير ادرينالين، لان لو في فازو كونستريكشن يبقى انت ما عملتش حاجه. احنا عايزين نزود البلاد سبلاي للشعرايه عشان تطلع، لو هو الليدوكين بادرينالين هيقلل طلوع الشعر، انما لو هو لوحده ما اعتقدش انه يعمل حاجه، الا لو العين عنده الرجي للبنزوكين، البنزوكين والليدوكين في ساعات بيعمل قلش للعيان، بس هو واخد كورتيزون فمش هيحصل له حاجه. يا جرب انت، في حد جربها عشان يقلل البين يعني، قصدك كده؟ عشان الالم. بس هو اثناء الحقن هيقل الالم، انما شكه السرنجه، شكه الابره نفسها هتوجع قبل ما تحط، ما تعمل اصلا انستيزيا من الاول قبل ما تحط ايه البتاع، ولا ايه رايك؟ يعني نعمل انفلتريشن انستيزيا بسترنجة كده، تك 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 وخلاص، وبعد نص ساعة كده ما تاخد راحتها ويحصل لها انستيزيا احقنها عادي بالايه بالكورتيزون، انما تحقنها في نفس الوقت يعني ما هي كده كده هتتشكشك، فلازم تبقى حاطط توبيكال ليدوكين او تبقى حقنها اصلا انفلتريشن انستيزيا عشان ما تصرخش منك، لا خصوصا لو هي في الحتة القدامانية، الحتة القدامانية دي فظيعة جدا وفيري سنسيتيف. الديرما بين طبعا ينفع، الديرما بين برافو عليك، تنفع الديرما بين على فكره، الناس اللي مش مستحملين بس يا دكتور يتحقنوا فبتعمليها بالديرما بين، بس السن يبقى فيها طويل شويه، ما بدل ما 1 سم تبقى 1.5 سم عشان تدخل كويس. ايوه حضرتك اتفضلي. الديرما بين انا بخاف استخدمه في الحقن بتاع السكالب، لان بخاف مثلا لو بيشنت شعرها طويل ممكن يلف. يعني تصدقي لو بيش ارياس صح، بس يلف لو انت بتستخدمي يعني ديرما رولر، في ديرما بين انت بتدخليها وبتطلعي، تدخليها وتطلعي، ما بتمشيش بيها، لو مشيتي بيها يعني ما عملش بتثني السن. هي ديرما رولر اللي ممنوعه في السكالب، لان ديرما رولر الشعر بيلف حواليها، انما ديرما بين طالعه داخله طالعه داخله، خدتي بالك؟ وممنوع تمشي بيها، لو مشيتي بيها، في ناس بتمشي بيها على فكره ديرما بين، بس بتتني السن. ايوه ما انا قصدي كده على الناس اللي بتمشي بيها. عمره هيقل السن، بس هي ما بتلفش مش زي ديرما رولر، مش هتلف حواليها الشعرايه، دي طالعه داخله طالعه داخله طالعه داخله، حاطه في حته وطالعه، وتروح ايه بسترنجة الانسولين من غير ابره كده جنبك، وتروح حاطه وعامله ايه
كذا ضربه كده بالدرمابين بحيث تدخليها جوه المكان، وخصوصا عند الايدج اوف ذا ليجن. ماشي تمام. بالنسبه للاتروفيك، انا عايزه اتروفيك دوز عباره عن ايه؟ بتبقى هاي كونسنتريشن، زي واحد عنده كيلويد، عنده نودولار اكني او جرانيلوما او انفانتالي منجيوما، الحاجات دي كلها بتبقى عايزه اتروفيك دوز. ايه الاتروفيك دوز؟ واحد لواحد. يعني ايه واحد لواحد؟ يعني مش دايلوتد، باخد السنتي احقنها على طول. ماشي؟ انما واحد لاثنين يعني اخد اخد خمسه شرط اللي هو عند ال 50 ده في بسرنجه الانسولين، واكملها بايه ل 10. فدي كده انت عملتي واحد لاثنين. الاثنين دول بيعملوا اتروفي، خصوصا اللي بتحقنيها سك كده من غير ايه ما تحطي عليها حاجه. فتحقني الكيلويد يا جماعه، اقفلوا المايه. انت قاعده على البحر ولا ايه منى؟ ايه صوت البحر ده؟ تمام. عندنا مفيش بحر يا دكتور والله، ده صوت المروحه. خلاص. فال الكيلويد بتروحي مدخله السرنجه الاول، اعملي باص ليكي داخل طالع داخل طالع، تعملي ايه؟ باص. وبعدين تبداي تحقني بقى بحيث ان السرنجه ما تفرقعش منك، لان في ساعات لما تحقني وفي ريزيستنت قدامك بتروح السرنجه فكه من بعضها، وكل الكورتيزون اللي انت محضراه عيني يروح واقع في الايه؟ في الارض. فانت الاول في الكيلويد ده عشان بيبقى كله فايبر ستيشن جامد قوي، السرنجه بتدخل بصعوبه جدا، فبتروحي داخله بسن السرنجه وخارجه، داخله وخارجه، داخله وخارجه. وبعدين بقى لما تدخلي هتلاقي سهله بقى الدخول، احقني وانت خارجه بحيث الباص كله يتملي كورتيزون. ماشي؟ النودل الاكني برضه بنحقنه بواحد اثنين، جرانيلوما انيولار بنحقنها بواحد اثنين، الانفانتال هيمنجيوما بنحقنها بواحد اثنين، كيلويد بالذات بنحقنها واحد لواحد اللي هي واحد يعني. سجستد كونسنتريشن اوف انترليجنال كورتيكوستيرويد 40 مللي جرام للتيك كيلويد، 10 مللي جرام للايه؟ للميديكال ثيكنس هايبرتوفيك سكار. 10 مللي جرام يعني كام؟ يعني 1 ل 4، لان انت ايه اقسم ال 40 على 4 يطلع لك 10. 10 مللي جرام في الديسكويد لوبس لايكن سكلوروزس كرونيكا 8 اتروفيكان لوكاليزد سورايسيس نيكروبازيس لوبوديكا جرانيو انيولار، ممكن تحقني 1 ل 4 مش 1 ل 2. 5 مللي جرام يعني 1 ل 8 دي بتاعت الايه؟ الى الويشاريات. The injection may be repeated monthly for few months while the lesion are active. تمام؟ بالذات الويشاريات بتحقن في الايدج اوف ذا ليجن اللي بيبقى فيها الاكسكلاميشن مارك هير اللي بيبين ان عنده اكتيفيتي. طيب التوبيكال ثيرابي، في عندك كذا نوع من التوبيكال ثيرابي. على حسب الفيهكل او الكارير نفسه. هل هو اويلي ولا هل هو ووتري؟ كمان التايب اوف دريسنج برضو هنعرفها. التوبيكال ثيرابي في الدرماتولوجي عباره عن كلينسنج ايجنت، ده توبيكال، موسترايزنج ايجنت، دراينج ايجنت اللي هي حاجات البودر بتاع العرق، استرنجنت اللي هي برضو الالومنيوم اسيتيت بتاعت الايه العرق برضو اللي هو بتاع الكف في الايد، لما يبقى واحد عنده هايبر هيدروزز بيحط بودره ايه؟ الومنيوم اسيتيت او الومنيوم كلورايد. كيراتوليتيك اللي هي بتاعت الايه؟ زي الريتينويدز او زي الساليسيليك اسيد، او زي ممكن كمان قولي معايا يعني كالسيترايول، بس كالسيترايول انتي بروتيك اكتر. انتي انفلاماتوري، انتي انفلاماتوري اللي هو بتاع زي الكورتيزون تبقى كالسيترين انهبيتور، انتي مايكروبيال اللي هي الانتي باتيك والانتي فانجل والكلام ده، انتي بيروريتيك اللي هي الدوكسيبين حاجه تبقى الانتي هيستامينيك بيعالج الاتشنج بتاع الاتوبيك درماتايتس. او الاتوبيك درماتايتس كان الاتشنج بسبب ايه؟ ايه الايجنت بتاعته؟ مش ايجنت واحد يعني، حتى لما يجي لك ام سي كيو ان الاتوبيك درماتايتس بسبب كذا وكذا وكذا، ها؟ انترلوكين 31، ايه كمان؟ بيقل ال سبستانس بي، ايه كمان؟ تقول لي بيقل ايه؟ ما سمعتش دكتور احمد. واحد طيب. واحد من الانتي مايكروبيال اسمه ال دوكسيبين قصدك؟ انتي بيروريتيك ولا دوكسيبين؟ انت عايز ايه؟ انا مش سامعاك، صوتك بيقطع.
طب what are the types of topical preparation and suitable application area؟ انتوا عارفين الاويل بيست بريباريشن يا كريم يا اوينتمنت، مين فيهم نسبه الاويل اكتر؟ الاوينتمنت. عشان كده الاوينتمنت بيستخدم في الكرونيك دراي انفلاميشن، انما الكريمات في الويت اكتر. الاكواس دي بتبقى لوشن وجيل وفوم، دي اكيوت ويت انفلاميشن، الحاجات اللي فيها ميه كتير حطها في الاكيوت ويت انفلاميشن، الحاجات اللي فيها اويل كتير حطها في الكرونيك انفلاميشن. الباودر بيست بريباريشن بتتحط في الانترتريجينس اريز. طيب يبقى ليكويد جيل ولوشن كومباينيشن اوف ليكويد اند اويل كريم واينتمنت وفي الباودر خلاص تمام. بيقول لك عاده الحاجات اللي فيها اويل بيز خصوصا الاينتمنت از بريفيرد في الكرونيك انفلاميشن اللي هي حاجات السورايسيس. فيكل يعني السورايسيس حلو قوي الاينتمنت احسن له من الكريمات الا لو هي في نابكن سرايسز او فليكشرال سرايسز ما بقاش في سكيلز اصلا فممكن ينفع معاه الكريم. الباكل سيلكشن از جايدد باي ذا تايب ذا ليجن واللوكيشن اوف ابلكيشن كوزماتيك افكت والكونفينينس. طيب في بيقول لك اكواس اند الكحول بيست بريباريشن دي زي الباص والسوكس والفوم سوليوشن واللوشن والجيل كل ده عباره عن اكواس والكحول بيست بريباريشن. طيب بص الباص والسوكس دي are used في large area زي ال extensive contact وال atopic dermatitis. الفوم دي عادة بتستخدم في ال hair bearing area يعني تجيبي ايه من اكسوديل فوم، سمعتوا عن الاكسوديل فوم؟ دي بتستخدم في ال hairy area الفومات ماشي. ال solution برضه بتستخدم في ال scalp، حلو قوي في ال scalp الفوم، عبارة عن ايه؟ ايثال الكحول وبروبايلين جلايكول وبولي ايثايلين ودي عادة في السكال تمام. في ساعات السوليوشن بتجيبي سوليوشن اوف الومنيوم اسيتات في حالات الهايبر هيدروزيس وسكال بتاع السورايسيس بتستخدم لها سوليوشن برضه. لوشن دي برضه بتستخدم في السكالب والهيري اريز وفي حالات الاكيوت انفلاميشن ماشي. الجل برضه في الهيري اريا حلوه جدا ماشي. الحاجات اللي هي الايكوس كلها للاكيوت ويت ليجنز. طيب الباودرز دي بتبقى دايما في الانترتريجنس اريا زي ما قلنا ودراينج ايجنت فالانترتريجنس موست اريا هي اللي بتستخدم فيها الباودرز. الكومباينيشن فيكل بقى اللي هي الكريمات اويل ووتر بس الووتر اعلى فدي بتستخدم في الويت ليجنز انما اوينتمنت بتستخدم في دراي ليجن. الاوينتمنت بيزود دراج بنتريشن لان هو عنده اوكلوزيف نيتشر وكمان بيعمل لوبريكيشن جامد وكمان بيستخدم في لايكينفايد ليجن خصوصا السورايسيس واللايكين سامبلكس كرونيكس. الاوينتمنت عاده بيست ابلايد فور افتر باثينج اند دامبنج اوف ذا سكين يعني احلى ان الجلد يبقى هيدريتد وتبل قبل كده قبل ما تحط الاوينتمنت عشان تساعده في الامتصاص. هو طبعا ليس اريتيتنج ذان ذا كريم. طيب بالنسبه للتوبيكال ايجنتس الثانيه الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده على فكره بس خدناها في الوسط كده الايميكومود اسمه ايه في الصيدليات؟ اسمه الالدارا. الايميكومود الفارماكوكاينيتيك بتاعته اللي هي الالدارا والزكلارا اللي هي 5% كريم ودي 3.75 عشان ايه اقل في الاريتيشن ماشي. وبتبقى 12 باكت كده وبتستخدم تحط في الثلاجة عشان تحط برد على الجلد عشان هي هايلي اريتيتنج عشان كده عملوا الزكلارا. الفارماكو دايناميك قلنا ان هو بيساعد على موديفيكيشن النيتو ادابت النيتو لان هو بيزود التولر ريسبتور 7 ماشي. وبالتالي السيلز اللي حصل لها اكتيفيشن بالايميكومود بتطلع انترفيرون الفا وانترلوكين 6 وتيني في الفا يبقى كده هو بيزود في الانيت اميونيتي عشان يكافح الورتس مثلا اللي هي بتحطيه للورتس وكمان بيزود الاكتيفيتي بتاع اللانجر هاند سيل اللي هي بدايه الادابتيف اميونيتي.